طيب يعني قبل ما ندخل في العصر الحديث والتطورات اللي حصلت في قناة السويس خلال 5 أعوام الماضية، هرجع بحاجة شوية في الزمن إلى ما سبق يعني، وطول من مش هنقول من بداية قناة السويس، من بداية افتتاح قناة السويس مرة أخرى في 70s من القرن الماضي، كان إيه وجه الاستثمار بالضبط في قناة السويس؟ والحقيقة الاستثمار في قناة السويس كان بنستثمر على أنه ممر ملاحي عالمي بيربط بين الشرق والغرب إلى أن قامت المنطقة الاقتصادية قناة السويس. والحقيقة يمكن ده كان محل انتقاد أن احنا مجرد أن احنا بنستفيد من رسوم المرور، وده موضوع مواش يتناسب مع أهمية موقع مصر. بالحقيقة كان في رؤية سياسية مؤخرا، والمشروع ده كان الحقيقة مدرس، وأنا كنت أحد الناس اللي كانت بتدرسه من فترة طويلة، أن يكون في منطقة اقتصادية لإقليم قناة السويس بالكامل. وبالتالي يعني ممكن يبقى محور صناعي ولوجستي عالمي يقدم خدمة تجارة عالمية، وفي نفس الوقت يحمي قناة السويس من المنافسة الخارجية، بمعنى أن دلوقتي مطروح مجموعة من الطرق البديلة والقناة السويس، ويمكن بعضها إقليمي وبعضها عالمي، والحقيقة دي لها مخاطرها بالنسبة لنا طبعا، بالنسبة لمصر في المقام الأول، لأن زي ما حضرتك قلت في المقدمة أن احنا النهاردة قناة السويس أحد روافد الدخل الأجنبي في مصر، وفيها بوتنشال وفيها إمكانية أنها يكون لها حاجات أكتر من كده، مش مجرد دخل بس. فالمنطقة الاقتصادية قناة السويس من شأنها أنها تخلق قوة أو تعزز القدرة التنافسية قناة السويس في مواجهة الطرق البديلة والمنافسة لها.